دلوقتي اللعبة اللي هلعبها معاكي كلمة واحدة. اسمها كلمة واحدة؟ يا. ماشي يلا. هقولك كلمة واحدة، حضرتك هتقولي اللي جه في بالك من الكلمة دي. عظيم. السينما. مالها؟ السينما خطيرة. شيلوا لنا حلقة هنادي كلها من الحلقات. ايه يا عم عمر؟ ايه ده؟ ايه يا عم عمر دلوقتي بقيتي نظيفه؟ بقيتي انا نظيفه؟ بقيتي بتعصبي بالشعبي قال يعني كده ها؟ ايوه دي ما كانت بتصعصع كده تقولي ايه كده؟ زمان بقى ايه صغيره بس اتمصرت اتمصرت اتمصريت بتقول لك يعني يا جماعه مصريه يعني صح؟ اتمصرت اتمصرت؟ يعني يوم الخميس زحمه البحر بخاف منه كات عندي فوبيا اوكي الضلمه بخاف منها برضه بس ما بقتش بصراحه يعني ساعه ما اتجوزت وبقيت في البيت وكده قشطه يعني بص هو النور ما يقطعش اهم حاجه ما بقاش قوي دي يعني كده كده اي حد بيتضايق يعني بالظبط بس بقيت بعرف اقفل نور الطرقه وامشي من غير ما يبقى فيه نور اخر اوكي زمان كان لازم يبقى فيه مثلا اتنين نور مفتوحين عشان اعرف اقفل نور الطرقه لازم يبقى حد بيكلمني والجو ده فاهم بس دلوقتي بقيت بقفل نور الطرقه عادي وبمشي في الضلمه اه برضه بحس ان في حد بيجري ورايا بس اللي هو بتماسك لحد ما اوصل الباب واعمل كده والله ده دايما ترك كده الكسل احيان كتير بيبقى عندي كلنا اه لا بس انا لما بكسل لو مش بكسل لا بيت شتوي اللي هو بكسل اسبوع مش أيوة مش هكسل في يوم لا انا ممكن اكسل شهر يعني مثلا دلوقتي بقى مثلا تقريبا اولموست شهرين ما بردش على الواتساب اصلا غير لو عندي شغل او حاجه معينه يعني مثلا احنا اتكلمنا فبتقف هرد عليك لو بعتلي بكره ممكن ارد الاسبوع الجاي فاهم انا كده يعني هرش كويس بس تحصل في فترات عمرو دياب ذكاء خارق اوكي خارق دي صح جدا والله طب ما تقول لي برافو ده ايه الناس دي عشان قلت كلمه خارق هو قاعد تقول لي اختي وبتاع شجعني عشان قلت كلمه خارق أيوة. صح ايوه عشان قلت اوكي اديني حق قولي منجنيق منجنيق صح ماما اسمها ايه انا قلت صح اصل انا اتعلمت الكاف مش بعرف اقول كاف ايوه هي اصلا لسه فاكر كنت بقولها كاف انت لسه ما بتعرفيش تقوليها ايه كاف دي ايه كاف دي قاف قاف لا نو عرفتي منين قاف بص فروم هير يا قاف قاف قولي تعرف مين علمني الحركه دي مين يعني ربنا يديها الصحه واموت فيها استاذه سوسن بدر يا روحي والله علمتني ازاي احط هنا ايدي واقول قاف بقى من كتر ما بتعلم بقى كده لما اشيل ايدي هعرف التكنيك جاي منين فاقولها فيفي عبده الطاقة الإيجابية أحلى حاجة اه لذيذة أوي تحبي تعكسي الفقرة دي وتسأليني أنت؟ اه اوكي ممكن أسألك في الفاكهة عشان ما كنتش عارفة أرد وممكن تسأليني برضو الناس تأكلها إيه نفس ماشي الناس تأكلها إيه حلو أوي تأكل إيه لمحمد إمام؟ بيتزا قول اقسم انا حاسسك هتقول مشويات لا لا مدمن جبنه سايحه هو من صغره صغير والبيتزا هي اكتر حاجه بجد ايه تخيلته لحمه مشويه حاجات بيتزا. على فكره هو زيي في اكيل حب الفليهات والصوت برضو بس انا بقول لك الخلاصه اوكي تاكل ايه لحمدي مرغني اكله اي اكل في البيت من عندي من اكل امي أوكي. هيعجبه جدا وبس في اخر اي اكل هاكلها له لازم سلطه زبادي عشان هو مدمن سلطه زبادي ويحبها بيهضم بيها بعد الاكل عاده كده عنده طيب تاكل ايه ل منى زكي تاكلها ايه اكلها ملوخيه وفراخ ورز اوكي وكوكو بقى عشان هو اللي هو الوجبه المصريه دي ايوه ايوه حسسها كده حسسها اوكي تاكل ايه ل لنفسي ما احنا قلنا لا لو انا بعمل لنفسي لو انت بتعمل لنفسك اه انت بتعمل لنفسك تعمل ايه اربع اعمل ثلاث اربع انواع جمبري كل واحد معمول بطريقه مختلفه واقعد اكل منهم لحد ما يخلص مش لحد ما انا اشبع اه يعني باكل جمبري لحد ما الجمبري يخلص تعرف ان هو من اسرع الحاجات اللي بتصدم مش قوي الجمبري لا مش بيتصدم جمبري لا هو علشان بيبقى في صوصز سمجه بس لو هو مشوي والحاجات دي ايزيست حاجه تتصدم تاكل تاكل مين طب اقول لك الاكله وتقولي لمين اه ماشي تاكل مين مخ وكرشه وفشه ايه حرف خرم طحينه بالعسل الاسود امي مكرونه بالسي فود لو ما طمعتش فيها انا يعني عشان انا كريم هديها لحد طارق الشورى
صديقنا. اوكي تاكل دنيا سمير غانم تاكلها ايه؟ حته سكالوب حلوه وجنبها باستا وايت صوص لطيفه كده بس مش كتير، عارفه الطبق اللي هو الجاسترونومي ده بالظبط. ماشي تاكل ايه سنس انك اهلاوي لعماد متعب؟ هغلس عليه عشان هو لعيب كوره فاكله سلطه بجد. تاكل ايه المحمود البزاوي؟ هاكله فراخ محشيه رز بالبصل والبهارات. جايز الفكره حلوه قوي، تصدق تديني فكره الغدا بكره. جامد ده.